كلميني عن الشنطة اللي عجبتني اللي هي اتباعت من شوية. كلميني عن اختها الكبيرة وقولي لي انت بتستخدمي الماتيريال بتاعتها عبارة عن ايه. احنا مصنع اوريدي بنشتغل في جلد طبيعي. جلد طبيعي ما ينفعش تستعملي معاه صناعي خالص، يعني اللي بيشتغل في الطبيعي ما يقدرش يشتغل صناعي، مش نفس الصناعية ولا نفس التكنيك ولا اي حاجة خالص. فده بيبقى مصنع احنا كل جلودنا طبيعي. عندنا طبعا كل انواع الجلود، بنحاول ان احنا نجيب جلد مصري قد ما نقدر، لان طبعا برضو لازم احنا مصر معروفه بالجلد بتاعها اوريدي يعني. فلكن طبعا للاسف كان برضو في فتره بيتصدر وما كناش بنعرف نلاقيه هنا، بس الحمد لله الاوضاع دي اتغيرت شويه. فلا احنا بنحاول نستعمل كل انواع، عندنا الجلود من اول بقى، مش عايزه اقول لك الحيوانات علشان ما تتخضيش، بس والله احنا مش يعني الحيوانات مش بتتقتل عشان ناخد الجلد ابدا، هي بتتقتل عشان اللحمه، عشان بس انا عارفه الناس بتبقى يعني صديقه البيئه وكده. لا والله ما حدش بيقتل حيوان عشان الجلد خالص، يعني تتقتل اصلا لاسباب وبعدين بناخد احنا الجلد يعني. فلا يعني فضيل بالنسبه لساعات بندخل معايا شغل تطريز يدوي او حاجات سبيشال معينه، لكن تكون باينه قوي انها حاجه يدوي، ما يكونش ليها علاقه بانها تبقى تقليد او كوبي او صناعي او كده. دي سيرما يدوي معموله على ستان اللي هو الخامه اللي موجوده عليه مشغوله عليه، وبقيه الشنطه بقى نفسها جلد طبيعي شموا. طبعا الشموا عشان في ناس بتفتكر ان الشموا كله صناعي، لا هو كنت لسه هقول لك لا هو جلد طبيعي اصلا، هو اتقلد كتير فنسيت انه كان جلد طبيعي، بس هو جلد طبيعي شموا بمطعم بيه الشنطه نفسها. احنا كل يعني ده مثلا نوع تاني من الجلد، ده جلد طري جدا اسمه جلد نبة، ده بيبقى طري قوي وخفيف في الوزن كمان. فكل جلد بيبقى ليه خصائص معينة، يعني في أنواع كتير من الجلد ودرجات كتير من الجلد، ما هوش ده جلد طبيعي، ده جلد طبيعي واخد طبعة الليزار، مش ليزار حقيقي، طبعة الليزار عليه، يعني هو جلد طبيعي لكن محطوط طبعة الليزار عليه. مثلا حاجة زي كده، ده ليزار طبيعي، يعني دي هي جاية ليزارية نفسها محطوطة، لكن طبعا بتستبغ ألوان و ممكن نعمل فيها تكنيك ثانية كتير، بس ده بيختلف في السعر طبعا. انتي بتستخدمي جلد طبيعي في التصنيع، فالناس دايما بتبقى عارفة انه الجلد الطبيعي شوية سعره اغلى، فعايزة اعرف الناس الاسعار اخبارها ايه عندك. بصي هقول لك، هو الفكرة كلها ان الشنط اللي بيمسك جلد طبيعي زي اللي مثلا بيلبس جزمة جلد طبيعي، زي اللي بيمسك شنطة جلد طبيعي، اي جلد طبيعي عامة بتستعمليه بتحسي بعد كده ان انت كان في قيمه انك جبتيه. ليه؟ لان هو بيقعد معاكي كتير جدا وممكن يتصلح، يعني الفكره ان ممكن لو في حصل فيها اي خدشه حاجه جرحت منك ولا حاجه ممكن نصلحها، انما الصناعي ما اقدرش اعمل لك فيه حاجه بقى، يعني بتبقى. فمثلا احنا عندنا حاجه زي كده، مثلا دي عامله 600، محفظه زي دي عامله 370، حاجه زي كده كبيره شويه عامله 800، يعني في الحدود دي، يعني دي عموما الاسعار كويسه بالمقارنه ان احنا نشتري حاجه صناعي ومستورد، فان احنا ناخد حاجه مصري وتكون جلد طبيعي والديزاين بتاعها او ستايل بتاعها حلو، ده في حد ذاته شيء لطيف. نكتفي بالديزاينات بتاعتنا، يعني مش بنقلد حاجه، مش بنقلد كوبيز ولا حاجه، لان طبعا اوريدي الحمد لله الصين يعني قايمه بالواجب، فمش محتاجينها يعني.